السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعي بسيط جدا ومش هياخد معانا وقت خالص. هو عباره عن تقوير البتنجان، ازاي تقوري البتنجان بدون مقوار وازاي ايديكي ما تسودش ويبقى يعني الموضوع ما ياخدش منك وقت خالص. هوريكم انا بعمله ازاي. اولا هنا انا جايبه جميع الاحجام، انا عن نفسي بحب الحجم الصغير ده، بس جبت لكم في ناس بتحب الحجم الكبير وناس بتحب الحجم الوسط، على زي ما بتحبي الطريقه بتنفع مع الكل، بس انا حبيت انوع. لكن انا الغالب كله جايبه الحجم اللي هو ده، بس جايبه بس اي حوالي 5 6 من الكبير ده عشان اوريكم في التصوير بس الكبير بيتعمل ازاي والصغير بيتعمل ازاي. هي كله طريقه واحده، بس الفكره ان هو بيمشي مع كله، سواء صغير سواء كبير كله بينفع بنفس الطريقه. دلوقتي بنعمل ايه بقى؟ البتنجانه معايا اهي، كل اللي بعمله ان انا بعمل حز للبتنجانه. ازاي؟ بضغط كده، شايفين الضغطه دي اهي اهي، بعمل لها تفريغ من جوه اهي، شايفين ازاي اهي. انا مش هفصل الكاميرا خالص عشان تشوفوا الوضع عامل ازاي، اهو من كل الاتجاهات طبعا، شايفين اهو، شايفين التفريغ اللي بعمله ليها. تعملي لها حز كده من جميع الاتجاهات، وبتيجي هنا من الاخر بتعملي ضغطه اهي، شايفين الضغطه دي، افرغها من هنا تمام اهو. يعني كده اتاكدت انها من كل الاتجاهات اتعمل لها حز اهي اهي اهي، كده خلاص يعتبر اتفرغت من كله اهو. هنا برده كان لسه شويه اهو، كده خلاص اهي انا فرغتها من هنا. هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اعمل لها حز بالسكينه، بس مش هقطعها للاخر لا، اهي شايفين ازاي، هحاول اظبطها كده بس شويه. واجي من بعد الحز ده بعمل كده برضو، بفرخها من عند الحز اهو، بعمل بس بالراحة عشانكم، لكن هو الموضوع ما بياخدش معايا وقت، لان طبعا ايه دي طريقتي المعتادة يعني اهي، شايفين بتحاولي تفرغي لها من هنا بس كده. كده خلاص اهو انا يعتبر فرغتها، وهبدأ اطلع البتنجان بتاعي اهو، شايفين كله اهو نفس الطريقه، والبتنجانه بتاعتي فاضيه ما فيهاش اي حاجه، يا دوب حبه البذر دول هنغسلها وخلاص اهي، شايفين ادي دي اللي هي الكبير. نبدا نعمل واحده تانية، ده الحجم اللي هو الصغير اهو، عشان ممكن حد يقول مثلا ايه ان الكبيره سهله، لا اهي. طبعا انتوا ممكن تحسوا ان انا واخده وقت، والله مش بتاخد وقت مني خالص، بس طبعا انا بحاول اعمل بالراحه عشان قدامكم يعني اهو. بعمل حز من هنا، شايفين ازاي، وبتروحي من هنا في الاخر عامله ضغطه بصبعك كده اهي عشان تفرغي لها بس ايه مكان اهي اهي، شايفين ازاي كده. انا خلاص ضمنت ان هي من كل الاتجاهات اتفرغت، بنروح بقى بالسكينه حز كده، تمشي كده، تحاولي طبعا ما تقطعيش للاخر، هتقطعيها للاخر مش هتعرفي تطلعي البذر طبعا منها، وتيجي بعد ما تعملي الحز ده تروحي مفرغه له برده هو التاني من هنا اهو، شايفين ازاي اهو اهو. ونبدا نسحبها عادي جدا، نضغط من تحت ونسحب زي ما انتوا شايفين كده، انا بضغط اهو وابدا من هنا اعمل كده عشان اسلكها اهي اهي، وهي بتسحب معايا عادي جدا اهي، شايفين وهي من جوه متفرغه مفيهاش اي حاجه، شايفين ازاي. عايزه اوريكم القلب اهو، مش محتاج تقوير ولا اي حاجه، طبعا ده بز انت كده كده بتحطي البتنقع البتنجان بتاعك في الميه وبتغسليه. ادي المقاس ده، ما خدتش معايا وقت خالص، وفي نفس الوقت ايديا اهي زي ما هي، ما سودتش ولا اي حاجه. هعمل برضو معاكم حجم تاني وسط اهو، برضو نفس القصه، رب تكون الفكره وضحت يعني. اللي ما عندهاش بقى مقوار، اللي بتخاف ايديها تسود، اللي ايديها بتوجعها من المقوار، انا عن نفسي ايديا بتوجعني من هنا من المقوار لما بقعد اضغط كتير، لكن دي ما بتاخدش معايا وقت وانا قاعده كده بتسلى فيهم. بس طبعا انا بصور وانا واقفه دلوقتي عشان قدامكم اهو، فرغتها من كله اهو، نفس الكلام اهي، سهله جدا اهي،
فرغت لها من هنا عشان اعرف اخرجها كويس. اهي شايفين ازاي؟ اهي هي اصلا بتشوفوا خلاص، لان هي متفرغ لها اهي اهي. تبدأي تضغطي من هنا وتطلعيها عادي جدا، او زي ما انتوا شايفين اهو. هبدأ اطلعها عادي جدا، شايفين برضو من جوه اهو البذر، بس طريقة سهلة وبسيطة. هوريكم بس الكبيرة معايا اهي، برضو دي الكبيرة قوي كده. انا عملت لكم ايه كل المقاسات. عشان ما حدش يقول ايه دي بتنفع في الكبيره ما تنفعش في الصغيره، بتنفع في الصغيره ما تنفعش في الكبيره، لا كله نفس الكلام اهي. تعملي لها حز بصابعك كده وتيجي من الاخر، هي ضغطه اهي، وافرغ لها من هنا اهي خلاص اهو. نبدا بقى بالسكينه شايفين ازاي اهو، بسلك لها شايفين، انا بسلكها اهي حتى وانتوا شايفين اهي بايديا، سلكت معايا خالص اهي اهي شايفين. نبدا بقى نضغط من تحت ونخرجها عادي جدا اهي شايفين اهي، مفيهاش اي حاجه، طلعت سهله جدا شايفين. هخلص بقى الكميه واوريها لكم دلوقتي يا حبيبي. ادي شكل البتنجان بتاعنا شايفين، ما شاء الله احنا قورناه ما خدش منا وقت، ايدينا ما اتبهدلتش زي ما انتم شايفين. تعرفوا البتنجان بيسود الايد ازاي؟ اهو زي ما انتم شايفين البتنجانه بتطلع بحالها اهي. اهم حاجه نصيحتي بس وانت بتعمليه، الحزازيه دي اللي احنا بنعملها ما تكونش للاخر، يعني ما ينفعش اقطع البتنجانه للاخر كده مش عارف اطلع دي كامله من البذر بتاعها كله. شايفين طالعه بالبذر كله ازاي؟ فانت بس بتاخدي حزازيه. الفكره دي ميزتها كمان ان انت اللي بيتقطع منها البتنجان وبيتفتح منها كده بقى، ولا عندك بتنجانه مقطوعه ولا مفتوحه ولا اي حاجه. ادي الكبيره وادي الصغيره شايفين اهو، بس سهل جدا وبسيط جدا. ان شاء الله طريقه تعجبكم. انا كده يا دوب كل اللي هعمله ان انا هنقعه في ميه، والبذر ده هو بينزل في الميه وخلاص كده البتنجان بتاعي اتقور بكل بساطه وبكل سهوله. تعملي كميه كبيره ومش هتاخد منك وقت خالص. ان شاء الله الفيديو يكون سهل وخفيف عليكم، واشوفكم في فيديو جاي على خير ان شاء الله. مع الف سلامه.